وللوقوف على آخر الاستعدادات لهذه الجائزة الأدبية، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد يوسف البن خليل، أمين عام جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب، رئيس تحرير صحيفة الوطن. بعد التحية، غدا سوف يكون انطلاقة منافسات الجائزة بمشاركة 42 مشاركا من دول مجلس التعاون. ما هي أبرز هذه التحضيرات؟ مساء الخير. طبعا التحضيرات بديناها كلجنة منظمة من 9 شهور تقريبا، قمنا بكل الأعمال اللي تتطلبها طبيعة هاي الجائزة المميزة، من تحضيرات خاصة، من استضافة ضيوف المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافة ضيوف الجائزة اللي هم مجموعة من الروائيين الشباب اللي راح يشرفون الجائزة بحضورهم خلال هاي الفترة. ايضا حرصت اللجنه المنظمه على 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 تجهيز موقع الجائزه اللي راح يكون في مبنى اركبيتا في خليج البحرين، وحرصنا ان الموقع يكون جدا مهيئ ومناسب لكتابه روايه او نص روائي متكامل في خلال منافسات الجائزة، إضافة إلى الحملة الإعلامية الخاصة بالجائزة. إذن نبقى في هذا السياق سيد يوسف، ما هو الهدف يعني المنشود من وراء تحديد 24 ساعة فقط لكتابة رواية مكتملة الفصول؟ جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب هي جائزة تتطلب تحدي الذات قبل أن يكون تحدي الآخرين، فالمطلوب من جميع المشاركين تحدي ذاتهم وكتابة نص روائي متكامل خلال 24 ساعة. 24 ساعة نعتقد أنها هي كفيلة أن هي تظهر أو تفجر إبداع الشباب من حيث فكرة الرواية اللي راح ممكن يكتبها، أو تفجر إبداع الأدبي تحديدا. إذن هذه الجائزة هي جائزة خليجية، هل سوف تكون عربية في المستقبل القريب سيد يوسف؟ الجائزة بدأت على مستوى البحرين في نسختها الأولى، وصارت بتوجيهات من سمو الشيخ خالد جائزة خليجية. نعتقد خلال الفترة المقبلة ان احنا راح نعكف على تطوير هاي الجائزة بما يتناسب مع اسم راعيها، وبما يتناسب مع الاهداف الموضوعة لها خلال الفترة المقبلة. ايضا نطمح، طبعا ما نطمح بس لتوسعتها عربيا، نطمح حتى الى توسعتها عالميا في المستقبل ان شاء الله. نعم ان شاء الله. السيد يوسف البن خليل، امين عام جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب، رئيس تحرير صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك.